قالوا فقلنا. فالقول الفصل. مشاهدين الأعزاء، حلقة جديدة من حلقات قالوا فقلنا فالقول الفصل. قالوا خبز الشعير أفضل من خبز القمح. قالوا خبز الشعير يحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن أكثر من خبز القمح. قالوا خبز القمح أفضل من خبز الشعير. قالوا كلاهما مفيدان. قالوا يخلط خبز القمح مع الشعير أفضل. قالوا لا يخلط ويستخدم كل منهما أفضل. قالوا لا ينصح باستخدام خبز الشعير وخبز القمح الكامل لأنه يسبب نقص في الحديد وبعض المعادن. هم قالوا تعالوا لنرى العلم ماذا سيقول. قالوا فقلنا. في الآونة الأخيرة انتشر تناول خبز الشعير وخبز القمح الكامل، وكان في متشددين مع خبز الشعير ومتشددين مع خبز القمح، وفي كان أقوال إنه ما نأخذ لا خبز شعير ولا خبز قمح كامل لأنه له مشاكل. راح نعرض باختصار شديد خبز عن القمح والشعير الكامل. أول شيء لو بدنا نحكي عن الشعير، الشعير هو أول مادة استهلاكية استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، والشعير كان بيعمل منه الإنسان القديم المخبوزات تبعته. بعد ذلك تعرف على القمح أو البر وبدأ استخدامه يطفو أكثر في المخبوزات والمعجنات، نظرا لاحتواء القمح على مادة اسمها الجلوتين اللي هي اللي بتدي الطراوة للخبز، وبدأ يبتعد عن تناول الشعير. والآن تقريبا 90% من زراعة الشعير في العالم تستخدم ل تغذية الحيوانات. طبعا لو بدنا نيجي نقارن بين القمح والشعير، هنلاقي انه سواء القمح او الشعير او الشوفان كلها تقريبا قريبة من بعض في المكونات، ولكن تختلف نسب الفيتامينات والمعادن والسكريات والكربوهيدرات والبروتينات كما هنشوف بعد قليل. لكن في المجمل المتعارف عليه قديما كان خبز القمح أو القمح بشكل عام كان نادر الاستخدام، بل أنه كان للفئة الطبقة العليا بالمجتمع. حتى في الإسلام في الزكاة دائما لما كان يطرح البر كان يكون أقل من الشعير، يعني صاعين شعير وصاع بر، لأنه كان القمح أغلى من الشعير، وزي ما قلنا هو كان لطبقة معينة لعندما بدأ انتشار القمح. حتى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير، للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، بمعنى أنه إحنا خلط البر بالشعير أفضل من استخدام الشعير لحاله وأفضل من استخدام القمح لحاله. طيب الآن لو أنا عندي قمح وشعير، لو بدي أفرق بينهم، مين أفضل القمح ولا الشعير؟ مع العلم أنه إحنا قلنا التنين راح يكون متقاربين من بعض، بس تعالوا نشوف المقارنة العلمية اللي أنا جمعناها من مراجع علمية كثيرة، نشوف مين لو بدنا نتخير بين القمح والشعير، نشوف مين في قيم غذائية أعلى ومين في سعرات أقل. مع العلم أنه هرجع تاني أقول انه الافضل انه احنا نخلط الشعير بالقمح، ولكن دائما تكون كميه القمح اعلى من الشعير. تعالوا نشوف مع بعض ايش المراجع العلميه بتقول. طبعا هنا هو القمح، اكيد كنا بنعرف شكله، وهنا لما بنحكي عن القمح احنا بنحكي عن القمح الكامل، بمعنى القشور القمح والجنين القمح والإندوسبيرم الموجود جوا اللي هو اللي بنعمل منه الطحين الأبيض، وهذا طبعا الشعير اللي احنا كلنا عارفينه. لو بدنا نيجي نشوف مثلا مقارنة في المغنيسيوم، هنلاقي انه نسبة المغنيسيوم بالقمح أعلى، وإن زي ما حكينا انه النسب مش عالية كتير، تقريبا هنلاقيها قريبة من بعض. فيتامين بي 3 برضه هنا أعلى. الزنك هنلاقيه في القمح أعلى، وربما هنا لو بنيجي نحلل أو نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نخلط البر بالشعير، هنا طبعا بدأ الشعير بالبر
لأنه الشعير كان هو الأقل ثمنا، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش حياة الناس البسطاء. هنلاقي أنه نسبة الزنك في القمح أعلى، لأنه والزنك مهم جدا في الذكاء. لذلك لما نخلط الشعير بالقمح هنلاقي أنه بيديني نسبة ذكاء، وبنفس الوقت راح يديني طاقة نتيجة احتواء الشيء زي ما هنشوف الآن على نسبة بوتاسيوم أعلى، بتدخل العضلات وبتديني نشاط وحيوية. المنغنيز هنلاقيه برضو أعلى، الفوسفور هنلاقيه برضو في القمح أعلى، السيلينيوم هنلاقيه بالقمح أعلى، وفيتامين بي 5 هنلاقيه برضو بالقمح أعلى. بمعنى أن نسبة الفيتامينات بشكل عام في القمح أعلى من الشعير. طبعا هذه المصادر العلمية تبعتنا من وين؟ من USDA Food Composition Database، طبعا ممكن ترجعوا لها وتحصلوا عليه المعلومات هذه، بجانب برضو معلومات أكثر من ذلك. هنلاقي برضو هنا في مقارنة بالنسبة للمعادن، هنلاقي الكالسيوم تقريبا التنين زي بعض، هنلاقي البوتاسيوم في القمح أقل من الشعير، وهنا زي ما حكينا أنه نسبة البوتاسيوم بالشعير أعلى. عشان هيك ليش إحنا بنطعم الحصان الشعير؟ لأنه البوتاسيوم بيدخل بشكل أساسي في العضلات وبيدين نشاط العضلات، والحصان بحاجة إلى طاقة، بحاجة إلى أنه يتحرك بشكل كبير. المغنيسيوم برضو هنلاقي القمح أعلى، النحاس تقريبا برضو كمان في القمح أعلى، والزنك في القمح أعلى بشكل كبير. يعني تخيلوا الزنك في القمح أعلى، والزنك طبعا بيلعب دور أساسي في عملية الذكاء. فأنا بحاجة إلى القمح والشعير عشان يديني ذكاء، وفي نفس الوقت يديني طاقة ونشاط وحيوية. هنلاقي الفوسفور برضو في القمح بنسبة أعلى، يعني إذن النحاس الزنك الفوسفور. ولكن خلينا نشوف هنا موضوع مهم جدا، موضوع الصوديوم. الصوديوم هنلاقيه في الشعير نسبته أعلى من القمح، الشعير نسبة الصوديوم أعلى من القمح. بمعنى الأفضل لمريض الضغط أنه ياخد قمح كامل أفضل من تناول الشعير. طيب تعالوا نشوف برضو مقارنة أخرى من ضمن المقارنات اللي هو فيتامين ألف وها وإلى آخره. هنلاقي أنه فيتامين بي 1 في الشعير أعلى، فيتامين بي 3 في القمح أعلى، الباقي تقريبا يعني متشابهين. طيب تعالوا نشوف عاد أنه بشكل عام هنلاقي أنه نسبة الفيتامينات في القمح والشعير متساوية، بينما المعادن هنلاقيها بشكل عام طبعا بالقمح أعلى. تعالوا نشوف الموضوع اللي بهمنا كتير الآن، ليش إحنا بنحط نسبة القمح أعلى في العجنة؟ وهذا الأفضل والأيسر للناس، يعني الأصل إنه إحنا ما نعقد الناس. اليوم خبز الشعير صعب إنه ينعجن، لأنه ما في أرق، البروتين الموجود فيه قليل البروتين. أنا بدي شيء يسهل على الناس، ما بدي شيء يعقد عليهم. طالما التنين بيدوني نفس الفائدة، بالعكس خبز القمح الكامل راح يكون أغنى أكتر بالفيتامينات والمعادن، إذا أنا أخذ قمح. لأن نسبة البروتين بالقمح 82%، 82 وجزء كبير منه فوق 80% جلوتين، بينما نسبة البروتين في الشعير أقل. فنسبة الكربوهيدرات في الشعير أعلى من نسبة الكربوهيدرات الموجودة وين؟ بالقمح. يعني نسبة السكريات بالشعير أعلى من نسبة السكريات بالقمح، وإن كان بنسبة ضئيلة، يعني نسبة الدهون تقريبا متساوية. طيب تعالوا نعمل الخلاصة. لو أنا بدي أشوف مين الأقل احتواء للسكر، هنلاقيه اللي هو القمح. مع العلم أن القمح لا يحتوي على سكر، بينما الشعير يحتوي على سكر وإن كانت بنسبة قليلة زي ما هنشوف. مين الأقل في الصوديوم؟ القمح. إذن أنا بدي أختار القمح لمريض الضغط. طب مين الأقل في الدهون؟ برضو تقريبا التنين زي بعض، بس القمح بيطلع أفضل. مين الأقل في الجلايسيميك إندكس، في مؤشر الجليسيمي؟ برضو القمح أفضل من الشعير، وإن كانوا التنين تقريبا زي بعض، بس القمح برضو أفضل في المؤشر الجليسيمي أقل. تعالوا نشوف برضو لموضوع الناس اللي بيعملوا نظام غذائي أو رجيم أو إلى آخره. لو أنا بدي أقارن مين أقل في السعرات، راح ألاقيه برضو القمح سعراته أقل. طيب مين أقل في الكربوهيدرات؟ برضو هنلاقي القمح كربوهيدرات تبعته أقل. مين أقل في الجلايسيميك إندكس أو مؤشر الجلايسيمي؟ برضو هنلاقي القمح أقل. طب تعالوا نشوف برضو جدول تاني.
نشوف السعرات الحرارية تبعت القمح والشاير. لكل 100 جرام السعرات الحرارية للقمح 339 سعر حراري، بينما الشعير 354، يعني سعرات الشعير أعلى. البروتين، البروتين في القمح أعلى، وأنا دائما بأميني نسبة البروتين تكون أعلى. الدهون تقريبا متساوية. الكربوهيدرات هلجيب للشعير 73 و4 أو نص، بينما نسبة الكربوهيدرات في القمح أقل 71. طب تعالوا نشوف، طبعا الحديد في الشعير أعلى شوية، الكالسيوم تقريبا زي بعض. تعالوا نشوف السكر، السكر موجود سكر في الايه في الشعير، بينما السكر مش موجود في القمح. بمعنى انه ناخد الخلاصة من الجدول هذا، انه التنين تقريبا متقاربين، ولكن الاسهل للناس انه انا احصل القمح اسهل في العجن واسهل في عملية الاعداد لاي اكل انا بديه. تعال نرجع تاني نشوف الناس اللي بتهاجم القمح والشعير ونرد عليهم برضو رد علمي. في المقابل في ناس تحذر او تدعو الى عدم الاكثار او الابتعاد بشكل ادق عن تناول الخبز القمح او الشعير لعدة اسباب. السبب الاول انه بيحتوي على حمض اسمه حمض الفيتيك، وراح نحكي عنه الان، انه ربما القشور تحتوي على بقايا مواد كيميائية اثناء عملية الرش، انه الخبز القمح والشعير او القمح الابيض، الخبز الابيض والخبز القمح بيحتوي على نفس السعرات، واسباب اخرى. في الحقيقة احنا لما نيجي لموضوع السعرات، الموضوع مش عندنا موضوع سعرات فقط، زي ما شفنا قبل شوية انه قديش في قيم غذائية، فيتامينات ومعادن موجودة ما بين القشور وفي الحبة الكاملة سواء بالقمح او الشعير. ولكن لما انا انزع جنين القمح وانزع القشرة الخارجية، انا نزعت كثير من الفوائد والقيم الغذائية تبعتها. فانا لا ابحث عن سعرات فقط، ولكن ببحث عن قيم غذائية، بجانب أن الألياف هي التي ستبطئ تحويل السكريات المعقدة إلى سكر بسيط، وبياخد معي فترة أطول مما يديني الشعور بالشبع، وبنفس الوقت مفيد جدا للصحة. موضوع المبيدات الموجودة على قشور القمح أو الشعير، لازم نعرف أنه في قبل ما يتم طحن القمح أو الشعير بيتم تعرضه لي غسل متكرر حتى يتم تنظيف العوالق المبيدات، هذا لو كانت موجودة. ومن المتعارف على أنه بيتم فحص القمح والشعير بشكل كامل من قبل الجهات المختصة حتى يكون قابل للاستخدام الآدمي. موضوع حمض الفيتيك هو موضوع مهم جدا حقيقة. حمض الفيتيك أو الفيتيك أسيد أو الفيتات هو أصلا موجود في كل البقوليات، في قشور البقوليات، موجود في قشور المكسرات، موجود في قشور القمح والشعير إلى آخره. بمعنى أنه أنا لا أستطيع أنه أنا أبتعد تماما وأنزع حمض الفيتيك، مع العلم أنه زمان كانوا بيتهموا حمض الفيتيك أنه هو حمض بمنع أو يعيق امتصاص الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم وكثير من المعادن، مش بس الحديد. ولكن في سبحان الله، يعني إحنا تعودنا على سبيل المثال الحمص ونحن ننقعه، وجدوا انه بنقع البقوليات حمض الفيتيك يعني بيقل بكميه كبيره. ايضا عمليه التخمير، بتعمل عمليه تحلل لحمض الفيتيك، او تعرض حمض الفيتيك للحراره جزء كتير منه بيقل، بمعنى انه هو لا يشكل خطوره مما انه انا ادعو الى الابتعاد عن تناول القمح والشعير بقشوره، لانه اثناء عمليه التحضير او اثناء عمليه التخمير، اثناء عمليه الطهي، راح يفقد جزء كبير من حمض الفيتيك. مع العلم انه الدراسات العلميه بتقول الحديثه انه حمض الفيتيك له فوائد مهمه جدا على جسم الانسان. على سبيل المثال، حمض الفيتيك يعتبر من المواد المضاده للاكسده، يعني لها دور في تقويه جهاز المناعه، يعني لها دور في محاربه الاورام السرطانيه في جسم الانسان. ايضا وجدوا انه حمض الفيتيك
له دور في منع تكون الحصوات في الجسم نتيجة ارتباطه بالكالسيوم الزائد عن احتياج الجسم. وهنا يعني سبحان الله يعني حكمة إلهية إنه حمض الفيتيك لما أتناوله بالكم المطلوب إنه هو بيطرد السموم في الجسم ويمنع تكون أو ارتفاع نسبة الكالسيوم وغيره من المعادن في الجسم وإنها تكون بالمستوى الطبيعي. أيضا حمض الفيتيك له دور في منع تكون سواء حصاوي الكلى وحصاوي المرارة. طيب بالمحصلة بعد هذا الكلام وين نروح؟ كلام كتير معلومات للأسف بعض الأحيان بتكون متضاربة، لكن الأصل أنه إحنا يكون في عندنا توازن غذائي، اعتماد على الخبز القمح، خبز الشعير لو خلطت القمح مع الشعير أو أي نوع من أنواع البقوليات ما في مشكلة. ولكن معلومة أخيرة، ما في شيء اسمه خبز بضاعف، ما في شيء اسمه لو أكلت خبز كتير راح أضعف كتير. في عندنا خبز غني بالألياف، في عندنا خبز غني بالبروتين، في عندنا خبز صحي، ولكن في الآخر الخبز اللي أنا بدي أكله راح يتحول إلى سكر في جسمي، ولكن شتان بأنه يتحول بعد 10 دقائق أو يتحول بعد ساعتين. فنحن من دعاة العودة إلى الطبيعة وعدم التشدد وحالة إرباك عند الناس أنه لازم أكل خبز شعير، لازم أكل، ممكن أخلط الشعير مع القمح وممكن أضيف كمان قليل من الطحين الأبيض عشان يحدث عملية التماسك، مش مشكلة، ولكن ما تكون كمية كبيرة. ممكن أستبدل الطحين الأبيض بالحليب برضو ما في مشكلة. لذلك التشدد في التغذية راح يحدث عملية تنفير عند الناس. لذلك أنا كمان نصيحة هذه للإخوة أخصائيين التغذية رفقا بالناس، حتى أنه بالفعل نقدر ننشر التغذية الصحيحة والسليمة بدون عملية ترويع وترهيب عند الناس. وإن شاء الله راح نشوفكم في حلقة جديدة من حلقات قالوا فقلنا، فالقول الفصل. لمتابعة حلقاتنا القادمة والاستفادة أكثر من المعلومات على صفحتنا، صفحة ابن النفيس، ما عليك فقط إلا أن تضغط سبسكرايب شير لايك.